بالنيوز. يمكن النهارده بقول لك مبروك تكريمك النهارده وانت بتتكرم، يعني تفتكر اكيد ذكريات، تفتكر تفاصيل بدايتك يمكن 2011 والنهارده بتحصد نجاحك ده، شايف ازاي؟ والله شايفه يعني توفيق من عند ربنا، ويعني عاد ربنا عن التعب بتاع السنين اللي فاتت دي، فالحمد لله شيء يخلي الانسان يعتذر نفسه، يعتذر انه فضل مكمل وبيتعب، يعني ده تاريخ لتعب الانسان مش اكتر. تشوف ان التكريم حاجه بتشجعك اكتر على المواصله؟ اكيد اكيد، يعني انت بتفضل تتعب علشان بس حد يقول لك ما شاء الله جميل جدا اللي انت بتعمله، فاهم؟ فتخيل حد بيكرمك، فانا ممتن جدا بوجودي النهارده. النهارده التكريم عن اغنيه التنسيق، مظبوط. اتكلمنا عن نجاحها، شفت الفيدباك بتاعها ازاي؟ كمان كانت جزء من نجاح فيلم، فشايف ازاي؟ نجاح صادم بصراحه، يعني انا شخص واقعي زياده عن اللزوم، يعني انا من نوعيه الناس اللي بتفضل تحلل وفاهم وتحط استنتاجات، فكان بالنسبه لي وقت بعد تغيبي سنتين ورجعت تاني، فكان الريت المفروض الطبيعي بعد ما نزلت ما عادش باقي، بعدين قبل ما اوصل لك، بعدين كل اللي في قلبي، فكان المفروض الكيرف يطلع بمعدل معين انا عارفه، فاهم؟ جت اتنسيت لما نزلت، ما فهمتش، حسابات طلعت غلط، فقلت تمام شكرا الحمد لله. فترة الغياب دي ما يعني انت يمكن عملت برضو فتره جماهيريه شويه، يمكن الحمد لله الجمهور كان عارفك، فكره ان انت تختفي وترجع تاني ده ما كنتش خايف على الجمهور ان هو لا انساني ما كنتش في الاسلام بالنسبه لي؟ ما هو هقول لك الموضوع ده انت مش هتحسبه، يعني مش هيكون رؤيتك للموضوع كده، وانت عندك مشاكل اكبر من كده بكتير. انا كان سبب تغيبي بعد وفاه والدي، فانا كنت قاعد بقيم حياتي كلها، هل اللي انا بعمله ده صح؟ هل فاهم قصدي؟ فوقتها مش هتقعد تحسب اللي انت بتحسبه، لا هتسيبه خالص، تمام، مش فارق معايا اي حاجه غير اني اكون مرتاح بس. الفكره بقى بتاعت الاغنيه جت ازاي؟ اتنسيت؟ علاقه الواحد مر بيها، كتب عنها 2014 قصدي، وان شاء ربنا ان نفتح البروجكت ده 2021 2022. وبدانا ليه كل ده كله؟ لان انا حاليا بنتج لنفسي، انا اللي بكتب وانا اللي بلحن وانا اللي بصور، فالموضوع فعلا تكلفه، لان الفتره اللي بنعيشها في الاندستري الانتاج مش زي الاول، فانت بتضطر انت اللي تنتج. شغال على الالبوم الفتره اللي جايه ولا لا؟ مش مهتم قوي بالالبوم، لان بحس الالبوم بيظلم اغاني معينه، انت هتنزل 10 اغاني طبيعي اغنيه منهم مش هتاخد حقها، فلا احب ادي العمل، لان انا حنبلي برضو زياده عن اللزوم، لازم كل حاجه تبقى معموله بحقها، فبحب ادي كل اغنيه حقها وتنزل، والله الناس حبتها ده سنجل يعني اكتر، تنزل سنجل اكتر مظبوط. كليبات ولا كل الشكل عامل ازاي؟ بحاول اغلب الظن ان اعمل كليبات.